طلب مني شخص دين مبلغ 5000 ريال، واتفقت معه بأن يكون المبلغ 7000 مقسط شهريا 1200 ريال حسب الاتفاق بيني وبينه، وكتبنا العقد، ثم اشتريت له بطاقات للاتصالات بمبلغ 5000 ريال وسلمتها له وكتبت العقد بيني وبينه، ما حكم ذلك؟ هذا ربا صريح، هذا ربا صريح والعياذ بالله، ولا يجوز هذا. يعني بيع دراهم بدراهم أكثر منها، بيع دراهم بدراهم مؤجلة أكثر منها على أقساط، هذا هو الربا الصريح، لا يجوز هذا العمل. نعم.